السلام عليكم أيها الرائعون، بداية ندعوكم للاشتراك في قناة أوديولابي وتحميل تطبيقنا للاستماع إلى أروع المقالات ملخصات الكتب والتوكيدات. لقد بدأت أفهم أن المعاناة وخيبة الأمل والكآبة لا توجد لإثارة غضبنا أو ترهيبنا أو حرماننا من كرامتنا، ولكن لتنضجنا وتغيرنا. هيرمان هيس. الحساس المعقد والمضطرب داخلياً. إذا كان هناك نوع واحد من الأشخاص في الحياة يمكن أن يحمل كل هذه العناصر، فسيكون بتأكيد الأرواح الناضجة في العالم. الأرواح الناضجة هم دبلوماسيو هذا الكوكب، المستكشفون الذاتيون الداخليون، المثاليون الوجوديون، الفنانون الغاضبون والدعاة البيئيون الإنسانيون. إذا كنت ترى نفسك في أحد هذه المجموعات من الناس، فأنت على الأرجح روح ناضجة. لذا إذا كنت تعتقد أنك قد تكون روحا ناضجة، فتأكد من الإشارة أدنى. أوديولابي، شارك المعرفة. أولا، تسأل نفسك أسئلة عميقة حول الحياة. لماذا أنا هنا؟ ماذا يحدث بعد الموت؟ كيف يمكنني حقا أن أجد الهدف والغرض من حياتي؟ في محاولة لفهم حقيقة حياتهم والوجود ككل، العديد من الأرواح الناضجة تقضي فترات طويلة من حياتهم في البحث عن إجابات لهذه الأسئلة المعقدة. ثانيا، أنت تشتهي التعبير عن النفس. لعيش حياة أصيلة ليس للتعبير عن الذات أهمية فحسب، بل إنه حيوي بالنسبة للأرواح الناضجة، سواء كان ذلك من خلال أنواع فنية أو إنسانية أو فلسفية أو بيئية أو روحية. يجب أن تعبر الأرواح الناضجة عن أعمق مشاعرها ونداءاتها الداخلية. خلاف ذلك وبدون هذه الحرية، تشعر الأرواح الناضجة بالفراغ والاكتئاب. ثالثا، أنت تميل لأن تكون مسالما. نظرا لطبيعتها الحساسة، نادرا ما تدعم الأرواح الناضجة العنف أو الحرب أو العداء من أي نوع، سواء بين الأشخاص أو بين الأعراق. لهذا السبب نادرا ما تشارك في المسارات الوظيفية التي تنطوي على النزاعات، مثل القانون والسياسة والبحرية والجيش والقوات الجوية إلى آخره. رابعا، أنت متعاطف للغاية. غالبا ما تهتم الأرواح الناضجة بعمق الأشخاص الذين ينزعجون من آلام ومعاناة الآخرين. عادة ما يكون مصيبتك هو مصيبتي هو شعور غير معلن يحمله العديد من الأرواح الناضجة، وغالبا ما يؤدي ذلك إلى تطوير قدرات التعاطف طوال حياته. إن القدرة على الشعور وتجربة ما تفعله الكائنات الحية الأخرى غالبا ما يضيف إلى صراعاتها الداخلية. خامسا، أنت تميل إلى المزاجية. لا تزال الأرواح الناضجة تتواصل بشكل وثيق مع أفكارها ومشاعرها، تميل إلى أن تكون مزاجية ومتغيرة بسبب عدم قدرتها على فصل نفسها عن المناظر الطبيعية العاطفية المتغيرة باستمرار. لا تزال هذه الأرواح في طور تعلم الوعي كما هو وقبول ما كان عليه وعدم تماهي مع مشاعرهم العابرة. سادسا، تسعى للمعرفة في سبيل المعرفة. من غير المألوف أن تحصل الأرواح الناضجة على مؤهلات عالية ودبلومات وشهادات أخرى لمجرد حوافز الوضع المالي أو الاجتماعي. بدلا من ذلك، تحب هذه الأرواح تثقيف أنفسها لتحسين وتوسيع وتعميق فهمهم للآخرين والكون. سابعا، تشعر دائما كما لو أنك تبحث عن شيء ما. هذا الشعور بعيد المنال والواسع يدفع الكثير من مساعي الروح الناضجة في الحياة. من أنا حقا؟ ما الذي سيجعلني أشعر بسعادة والكمال؟ كيف يمكن أن أشعر بالرضا؟ في جوارها تشعر الروح الناضجة بإحساس دائم بالسخط والقلق في حياتها. يحاول معظمهم العثور على ما سيجعلهم سعداء وكاملين ومليئين بهذا الإحساس الأسطوري بالسلام الداخلي الذي يعلن الكثيرون أنهم وصلوا إليه. ثامنا، أنت منفتح الذهن. نادرا ما تكون الأرواح الناضجة دغمائية، بدلا من ذلك هي أرواح حرة ومفكري العالم الأحرار الذين يستكشفون في كثير من الأحيان مسارات مختلفة في الحياة في محاولة للعثور على أنفسهم وفهم الكون. تتذبذب العديد من هذه الأرواح لفترات طويلة من حياتهم ذهابا وإيابا
بين أنماط الحياة المختلفة والتقاليد الروحية والحركات الاجتماعية. تاسعاً، أنت عرضة للإجهاد النفسي المفرط. هذه الأرواح هم أشخاص معقدون للغاية، ولا يزالون يتعلمون أفضل الطرق للتوفيق بين العالمين الخارجي والداخلي، الدنيوي والمقدس. إن طبيعتهم الحساسة للغاية معرضة للإفراط في الحمل العقلي والعاطفي والحسي، والذي قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الضغوط النفسية والأمراض. عاشراً، أنت تقيم العلاقات ذات المغزى. عائلة دافئة وداعمة، صديق مخلص وطيب، حبيب لطيف وناعم، هذا أكثر ما تقدره الأرواح الناضجة في الحياة، شخص يتواصل معهم بعمق. هذا أيضا ما يميل إلى خلق الكثير من الفتنة في حياة الروح الناضجة إذا لم يتمكنوا من إيجاد أو تأسيس مثل هذه الروابط المتناغمة. ومع ذلك، فإن الروح الناضجة تهتم كثيرا بالآخرين، ولذا فهي تتوق للآخرين لمعاملتهم بنفس الطريقة. 11. أنت شخص قوي. سواء كان ذلك عقليا أو عاطفيا أو كليهما، فنادرا ما تكون الروح الناضجة من الناس الباردين أو اللامبالين في الحياة. بدلا من ذلك، غالبا ما يغذي قلقهم الداخلي تفاعلاتهم الاجتماعية ومساعيهم الشخصية، وبالتالي قد تظهر الروح الناضجة كمفرطة في الجدية أو شغوفة أو حتى إكراهيين في حياتهم اليومية. على الرغم من التعقيد والحالة المزاجية، إلا أن الأرواح الناضجة مثل الأرواح المسنة غالبا ما تشعر بأنها أكبر سنا مما تعكسه أعمارها، وتسعى للحصول على المعنى والهدف والكمال في الحياة. هل أنت روح ناضجة؟ نحب أن نسمع مشاعرك وأفكارك وخبراتك في التعليقات أدنى. يمكنك دائما تحميل باقة مجانية من ملخصات الكتب الصوتية عبر الرابط في صندوق الوصف. شاهد أيضا ولا تنسى الاشتراك. إلى اللقاء.